أنتقل وإياكم إلى مراسلنا من البصرة يونس الرباعي. أهلا بك زميلي، ما هي أوضاع البصرة الآن؟ ضعنا في الصورة وتحدث لنا بالتفصيل، تفضل. نعم، تحية طيبة لكم زملائي الأعزاء المتواجدين بالاستوديو، حياكم الله. أنا أقف حاليا في منطقة العشار، سوق العشار التجاري الذي يقع في مركز محافظة البصرة، وتحديدا من ساحة أم البروم في محافظة البصرة. كما تعلمون ويعلم الجميع بأن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية حقيقة أو عاشت أيام عصيبة بسبب اشتباكات مسلحة وصواريخ سقطت على القصور الرئاسية التي تضم فيها مقر هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة. لذلك ربما كان هناك نوع من الرعب لدى العوائل البصرية، وأثر وشل الحركة في محافظة البصرة. لكن هذا اليوم مشاهدينا الكرام كما تلاحظون بأن يعني السيارات ويعني المواطنين يتبضعون من سوق العشار، كما ترون بأن هذه المنطقة التي تشهد اكتظاظ بالمواطنين. بالتأكيد يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي في هذه اللحظات الشيخ سلام الأزرجاوي، رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة. مرحبا بك شيخ عبر الحصاد الإخباري. يعني برأيك يعني أحداث أخيرة شهدتها محافظة البصرة، يعني حدثني عن هذه الأحداث. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم. الحقيقة البصرة آمنة، البصرة مزدهرة، البصرة أمان، البصرة نحو التطور. شاهدنا خلال هذه الأيام يعني الفايتة بأنه أكو صار اشتباك مسلح، ما نعرف هل هو جهة حزبية أم عشائرية على القصور الرئاسية. والحمد لله والشكر يعني السيد رئيس اللجنة الأمنية السيد محافظ البصرة والسيد قائد عمليات البصرة السيد قائد شرطة البصرة تمنوا هذا الموضوع وطمنوا البصرة وأهالي البصرة بأنه الموضوع سيطر عليه والوضع مستتب يعني في الوقت الحاضر. والبصرة الآن مزدهرة بناسها وبشيوخها وبساداتها، وإحنا نطالب من السيد رئيس اللجنة الأمنية والسيد قائد عمليات البصرة بأنه إحنا أي واحد خارج عن القانون يلقى القبض عليه. أما بالنسبة نريد البصرة منزوع السلاح، البصرة آمنة، إحنا نحب البصرة اليوم تتطور، البصرة ناسها تحب الخير، البصرة اليوم بها شركات استثمارية الريتة تعمر البلد، الريتة تعمر البصرة بصورة خاصة. أما النزاعات العشائرية فهاي نرفضها جملة وتفصيلا، ما نريد بها نزاعات عشائرية. والآن هسه جاي تلاحظون البصرة الحمد لله والشكر مرت باليومين ذيك اللي فاتت صارت بها شوي يعني مثل هذا. هل يؤثر على قدوم الشركات الاستثمارية؟ هل يؤثر على مشاريع البصرة؟ تعرف المحافظة بحاجة إلى يعني حملة إعمار، لكن هذه النزاعات وهذه المشاكل هل تؤثر على المحافظة؟ طبعا هذا الموضوع أي شيء يصير اليوم بالبصرة بزعزعة أمن البصرة احتياج الشركات الاستثمارية ما تجي، وأهل البصرة يصير عندهم رعب. أهل البصرة فرحانين بالإعمار، أهل البصرة فرحانين باستتباب الأمن، أهل البصرة يردون بأنه البصرة مالتهم آمنة مزدهرة، مو يردون اشتباكات مسلحة أو مثلا يعني نزاعات عشائرية أو رمي. تعرف عوائل تريد تطلع تريد تعمل تريد تجول بالبصرة، احنا فرحانين عندنا مشروع اليوم كورنيش الناس تتمشى عليه ولا تحس بالشط رمي ما تعرفه من اي جهه. فهذا احنا نرفضه ونطالب القوات الامنيه باتخاذ اجراءات القانونيه بكل واحد يسيء بامن البصره. شكرا جزيلا اخوكم الشيخ سلام سعدون الزير جاوي. شكرا جزيلا الشيخ. نعم مشاهدينا الكرام، ايضا ينضم معي الناشط المدني عمار الحلفي للحديث عن يعني اخر التطورات في محافظه البصره. مرحبا بك عمار عبر حصاد التغيير. يعني البصره عاشت ليالي عصيبه، ليالي امنيه اثرت على امن المواطنين. برايك يعني هل هذه الاشتباكات والصواريخ التي سقطت تؤثر على حياه المواطنين او تؤثر على حركه الاعمار والشركات الاستثماريه؟
تحياتي لك والمشاهدين الكرام. طبعا اكيد تؤثر على العراق، لان يوم البصره تعتبر السله الاقتصاديه للعاصمه ولجميع المحافظات. اليوم اي تاثير في محافظه البصره راح ياثر على العراق باجمعه. القضيه الاخرى، يعني انت وانا وكل البصريين عاشوا ايام عصيبه بالايام السابقه. اليوم نطالب ان يكون قانون، ان يكون القانون اقوى من السلاح، رجل الامن اقوى من السلاح المنفلت. اليوم نطالب ان يطبق القانون على ارض الواقع. ما اليوم نريد نشوف المسلحين يجولون بسياراتهم والشرطه ماخذين الصمت ولا يطبقون القانون. اليوم نحتاج الى تطبيق القانون فعليا على ارض الواقع، لان بصراحه اليوم اي اختلال في محافظه البصره راح ياثر، اكرر، على مستوى العراق باجمعه. يعني هذه آخر التطورات في محافظة البصرة، وشهدت المحافظة أيضا كانت هناك مطالبات من أهالي البصرة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعدم يعني جعل السلاح منفلتا بيد بعض الجماعات يعني الخارجة عن القانون. نعم استاذ، انت واكبتنا بالتظاهر الأخيرة، كانت من ضمن مطالبنا في التظاهر الأخيرة هو حصر السلاح وإنهاء دور الميليشيات، لأن البصرة اليوم احنا نريد نعيش كافي قتال. اليوم نريد كمواطنين بصره، كشعب بصري اليوم يريدون يعيشون، كفى قتال. هذا هاي رساله من الشعب البصري الى الجماعات المسلحه، اذا اردتم ان تقاتلوا فاذهبوا الى خارج المدن. والقضيه الاخرى، اليوم نحتاج الى اخلاء المقرات الحزبيه من السلاح، هذا الشيء مهم. القصور الرئاسيه اليوم لازم اليوم تكون منزوعه السلاح، ما معقول اليوم كل النزاعات تشوفها تتجه على القصور الرئاسيه. فاليوم احنا كمواطنين، كمتظاهرين، كناشطين، مطلبنا الاول والاخير هو حصر السلاح بيد الدوله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، كما تلاحظون بان هذه حركه المركبات من خلفي، وانا اقف حاليا يعني في منطقه او ساحه ام البروم في العشار، لكن بالايام السابقه شهدنا يعني قله بحركه المواطنين من امام كورنيش البصره بسبب الاحداث الاخيره والنزاعات والاشتباكات التي حصلت بالقرب من القصور. لكن اليوم يعني حسب ما شاهدنا وتجولنا بانه المواطنين عادوا الى كورنيش البصره بسبب البيانات الاخيره التي تم اطلاقها. يعني مراسل التغيير من البصره يونس الربيعي، شكرا جزيلا على هذه الاحاطه. نعود